ومعنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد الحمد. أهلا بك أستاذ سعيد. بعد التحية، سمو الأمير الراحل كان السند وكان الدعم لكل أهل البحرين دون تمييز ودون استثناء، في علاقة أشبه ما تكون علاقة الأب بأبنائه، وكان دائما سموه قريبا من كل أبناء الشعب. كيف تصف هذه العلاقة بين الأمير الراحل رحمه الله وشعب مملكة البحرين؟ بداية نعزي شعب البحرين قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل، فرحم الله الشيخ خليفة وأسكنه فسيح جنانه. عن العلاقة الإنسانية والاجتماعية بشعب البحرين بالوطن، حقيقة استطاع الشيخ خليفة رحمة الله عليه أن ينسج علاقة تواصل وعلاقة محبة، وفعلا استطاع أن يحول مقولة آبائه وأجداده من آل خليفة الكرام رحمهم الله، وهي التي تقول مجالسنا مدارسنا، استطاع أن يحولها إلى واقع. مجلس الشيخ خليفة كنا نتعلم منه نحن المواطنين، أجيال كثيرة تعلمت الحكمة، أخذت التجربة، استمعت إلى رجل دولة حقيقي. شيخ خليفة يذهب إلى المناطق في البحرين، جميع المناطق مثل ما ذكرت في تقريركم، ليستمع بنفسه إلى هموم وقضايا وملفات الناس ومشاكلهم. واحد أسرى واحد له من الصبر وقوة الاحتمال رحمة الله عليه الشيء الكثير والكبير، يستمع ويسأل ويستفسر. شيخ خليفة الله يرحمه كان يذهب مع الوزراء التنفيذيين بوصفه رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، فكان يذهب معه، ياخذ معه الوزراء المختصين في الموضوع اللي بيطرحه، وكان يستمع لهم للمواطنين ويوجه الوزراء في نفس المكان إلى حل هذه المشاكل، إلى التصدي لها، إلى معالجتها قدر الإمكان وحلها قدر الإمكان. هذه نادرة، هذه المبادرات التي يقوم بها الشيخ خليفة نادرة في السلطات التنفيذية العربية والأجنبية إذا تلاحظون. وهذه سنة استنها سموه رحمه الله وسار عليه سنين طويلة، يذهب إلى القرى، يذهب إلى الجنوب، يذهب إلى الشمال، إلى الوسط، يلتقي بالناس. وله أيضا صفة متفرد بها، أي شخص يسلم عليه حتى لو كان شاب صغير يسأله عن حياته، عن عمله، عن مكان سكناه، ويوجه إذا له مشكلة. يستلم الرسائل من المواطنين شخصيا ويحولها على مكتبه لمباشرته. هذه العلاقة التي نسجها الشيخ خليفة رحمة الله عليه مع المواطنين وجدناها بالأمس حين أعلن الخبر الفاجع بوفاته. وجدنا البحرين كلها تبكي هذا الرجل، وجدنا البحرين كلها تبكي خليفة بن سلمان وتستذكره وتستحضر مواقفه، ووجدنا أيضا أن لكل مواطن تقريبا موقف إنساني كان فيه نبل الشيخ خليفة متجسدا وواضحا. وهذا رجل نادر رحمة الله عليه، أسكنه الله فسيح جنانه وألهم أهله وذويه وأبناء البحرين وقيادة البحرين الصبر والسلوان. هذا ما نستطيع أن نقوله في هذه العجالة، لأننا لو أفردنا ساعات للحديث عن إنجازات رجل الدولة ورجل الاستقلال لاحتجنا إلى الشيء الكثير والكثير والكثير. من الصعب حصر مواقف سموه رحمه الله، إن كانت الإنسانية أو التنموية
أو المواقف الوطنية بشكل عام. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد الحمد، شكرا على هذه المداخلة.